وحول الموضوع ينضم إلينا المحامي محمد دحلي، خبير قانوني. أهلا وسهلا بك سيد محمد. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمشاهدين. نعم، أولا دعنا نفسر أكثر، ما هي تداعيات هذا القانون وكيف سيعمل على أرض الواقع؟ أولا، على الرغم من أن هذا القانون يتحدث أو يسمى بالإعلام بقانون الفيسبوك، فإن هذا القانون عمليا يتطرق إلى كل المحتوى الإلكتروني وليس فقط الفيسبوك، وإنما جميع شبكات التواصل الاجتماعي وجميع المواقع الإلكترونية أيضا. هذا بداية. ثانيا، تطبيق القانون على أرض الواقع حسب ما نشر في مشروع القانون حتى الآن، ويقول بأن النيابة العامة بإمكانها أن تتوجه إلى المحكمة وأن تعرض أمام المحكمة بينات كما تراها مناسبة، جزء منها قد لا يقبل كدليل في محاكمة عادية ولكن بالإمكان أن يعرض أمام المحكمة، وبعد عرضه على المحكمة بالإمكان الحصول على أمر بحضور النيابة فقط يقضي بإزالة الفحوى أو المضمون الموجود في أي مكان على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت، والذي حسب ادعاء النيابة يمس بالأمن أو يمس بالسلامة العامة أو يمس بالأمن الشخصي أو أي محتوى هو بمثابة مخالفة جنائية حسب القانون الجنائي الإسرائيلي. وهذا بطبيعة الحال تعريف فضفاض جدا، لأن أي انتقاد مثلا هنا السؤال، يعني ماذا على سبيل المثال من الممكن أن تعتبره إسرائيل منشور محرض على العنف أو يمس في أمن الدولة؟ وهل مجرد الدعوة للتظاهر يعني من الممكن أن تعتبر كذلك؟ هذا هو التخوف. التخوف هو أن يعني أنا هذا التعريف الفضفاض والغير محدد بضوابط كما هو معروف بموجب قرارات المحاكم الإسرائيلية وخاصة محكمة العدل العليا الإسرائيلية، الذي كان يتعلق حتى الآن بما ينشر بوسائل الإعلام المعهودة من التلفاز والصحف والجرائد وغيرها، الآن التعريف أوسع بكثير. لذلك من غير الواضح كيف سيتم تطبيق هذا القانون، ولكن مؤكد بأن هذا القانون واسع جدا وبإمكانه أن يشمل بداخله كم هائل مما ينشر اليوم، وقد يعتبر إسرائيليا على أنه إما تحريض أو على أنه تهديد للسلامة العامة أو لأمن شخص أو لأمن الدولة. دعني أن أورد مثالا بسيطا، أن انتقاد مثلا لموظف حكومي وهو أمر معروف موجود اليوم بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي قد يعتبر بموجب بهذا القانون مخالفة جنائية، لأنه ما يسمى باللغة القانونية العبرية على بات عبيد سبور أو إهانة أو امتهان موظف جمهور. نعم. وبالتالي هذا المضمون أيضا سيشطب من وسائل التواصل الاجتماعي ومن الشبكة العنكبوتية، ولذلك فإن هذا المشروع بالفعل مشروع مخيف وله تداعيات كبيرة، وبرأيي سيؤدي إلى مس كبير بحرية التعبير وحرية الرأي والتي هي أهم الحريات في أي نظام يسمي نفسه نظام ديمقراطية. نعم، هل برأيك تم التصميم يعني هذا القانون لاستهداف الفلسطينيين في الداخل على وجه التحديد؟ يعني من غير الواضح من هو المستهدف، واضح أن الفلسطينيين هم على رأس القائمة، ولكن إذا رأينا ماذا يحدث الآن في الكنيسة نرى أن اليمين الإسرائيلي يثور ضد هذا القانون، واليمين الإسرائيلي يدعي بأن هذا القانون جاء من أجل كم أفواه أو إغلاق أفواه اليمين الإسرائيلي. هم يدعون بأن هذه الحكومة تريد منع يعني الجمهور اليميني والمتواجد بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي من أن يقوموا بما يفعلونه حتى الآن، وما يسمى لدى بعض الأوساط اليسارية أو أوساط الوسط على أنه تحريض. لذلك الكل مستاء حقيقة من هذا المشروع، وليس فقط الفلسطينيين سواء في داخل إسرائيل أو الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، علما بأن تطبيق هذا القانون هو أيضا شبه مستحيل، لأنه يعني نحن نتحدث عن قرار لمحكمة إسرائيلية سيصدر بعد بضعة أيام من توجه النيابة العامة إلى المحكمة الإسرائيلية، ولكن نحن نعرف أن الشبكة العنكبوتية موجودة في كل مكان، فكيف بالإمكان أن يصدر قرار مثلا ضد موقع موجود في دولة أخرى، دولة ليس لها علاقات مع إسرائيل أو دولة بعيدة أو نائية؟ كيف سيتم هذا على أرض الواقع؟ برأيي هذا أمر معقد وغير قابل في كثير من الحالات، غير قابل للتطبيق.
نعم، يعني سؤال أخير على صعيد المحتوى الفلسطيني، ونحن شهدنا في هبة أيار الأخيرة أيضا ازدياد وتيرة الملاحقة من قبل وحدات سايبر إسرائيلية والتبليغ عن منشورات يعني قام بنشرها فلسطينيون، هل هو أيضا يعني جزء من هذه السياسة للتقليل من المحتوى الفلسطيني في شبكات التواصل الاجتماعي التي كان لها وقع كبير أيضا على الشارع؟ يعني نحن نعرف ما الذي حصل في العام الماضي في أحداث أيار وكم التعاطف العالمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع القضية الفلسطينية ومع النضال الفلسطيني. لقد شاهدنا ذلك بأم عيوننا للمرة الأولى، وكان ذلك يعني يصدر من أرض المعركة إن صح التعبير، كان يصدر من المواقع المختلفة سواء في القدس، في منطقة الشيخ جراح، في البلدة القديمة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من غزة، من الداخل الفلسطيني، في المدن المختلطة وغيرها. كل هذا المحتوى كان يصدر إلى العالم، ورأينا تفاعلا كبيرا لأول مرة، تفاعلا كبيرا مغايرا، لأن هذا المحتوى لم يكن مسيطرا عليه من قبل وسائل الإعلام التقليدية. ولذلك على الرغم من أن وحدات السايبر الإسرائيلية يعني تنشط بشكل كبير وتقدم الاحتجاجات والشكاوى لدى فيسبوك ولدى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتطالبها بحذف هذه المنشورات، إلا أنها لم تكتفي بذلك ولا تكتفي به، وتريد الآن أن تحول العصا إلى يديها، وليس أن تكتفي فقط بالاحتجاجات على لدى فيسبوك أو غيرها، وأن تنتظر قرارا من فيسبوك بإزالة هذا المحتوى. هي تريد أن تقوم بفعل ذلك بنفسها باستعمال العصا القانوني عن طريق إصدار قرار أو أمر من المحكمة الإسرائيلية. نعم، أود أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، المحامي محمد دحلي خبير قانوني، شكرا جزيلا لك.